هل تتوقع إقبال كبير ربما على تحديث البطاقات من قبل المواطنين في ظل يأس يتحدث عنه الكثير من المراقبين، وفي ظل ربما تجارب سابقة يقال إنها كانت كفيلة نوعا ما بزعزعة ثقة المواطن بهذه العملية؟ فنيا هناك مشكلة في هذا الموضوع بصراحة، لسبب أنه قانون الانتخابات، وهذه حقيقة تحسب لقانون الانتخابات بإيجابية، أنه جعل التصويت في هذا القانون حصرا لمن يمتلك البطاقة البيومترية. لكن نسبة يعني خلينا نعرف عدد الناخبين في هذه الانتخابات، لأنه خارج إقليم كردستان، إقليم كردستان غير مشمولة بهذه الانتخابات، سوف يصل بحدود 23 مليون. من حدث بطاقاته تقريبا ما يقارب 17 مليون ناخب. إذا نحن نتكلم بنسبة لا تقل عن 70% أو لا تزيد عن هذا الرقم، مبدئيا هذا الرقم. لكن هل سوف يشارك الجميع؟ لا أكيد، هناك يعني نسبة المشاركة لن ترتفع أكثر من 50%. بالنتيجة مطلوب من الناخبين تحديث بطاقاتهم بأسرع وقت قبل ما ينغلق هذا الباب وفق الجدول الزمني، لأنه يعني تحديث البطاقة البيومترية سوف يساهم في رفع نسبة المشاركة. رفع نسبة المشاركة سوف يساهم في رسم خارطة سياسية صحيحة. هناك بعض الناس أنه يشككون بالعملية الانتخابية، وهناك بعض الجهات أيضا تبث هذا الموضوع. حقيقة هو الموضوع لازم نعرف، إحنا اليوم بعد 2003 لا يوجد آلية للتغيير فقط عن طريق صندوق الانتخابات. من يشكو من الإهمال والتقصير في الخدمات في مجالس المحافظات، ومن يشعر بأن محافظته مهملة، عليه أن يحدث بيومتريا وأن يذهب إلى الانتخابات ويختار القائمة التي يظن أنها سوف تحقق له مكاسب على مستوى محافظته.